لدرجة أن الناس ما كانوا يتصلون على بعض ويكلمون بعض في التلفونات لأنهم كانوا يتوقعون أنه ممكن ينتقل عن طريق الوايرات والأسلاك، إن ما في أمل نقدر نعالج بول أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا هلا يا مرحبا. تخيل انك في احد الايام تطلع تلعب برا البيت، فلما ترجع للبيت تحس بصداع والم في جسمك، فلما تروح للمستشفى يخدرونك، فلما تصحى من التخدير تلقى نفسك عايش في قفص ما تدري ايش قاعد يصير حولك وحواليك، وهالقفص هذا ما تقدر تغادره ابدا، ولو غادرته راح تموت. وهذا بالضبط اللي صار مع بول الكساندر. ليش صار؟ وش صار؟ كيف صار؟ هذا باذن الله راح نتكلم عنه اليوم، فالله يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك تفعيل الجرس ويلا بسم الله. في عام 1952 في الولايات المتحدة وفي جزء من أوروبا انتشر فيروس أو مرض اسمه بوليو مايلايتس، واختصاره يسمونه بوليو. بالتحديد في الصيف هذاك، صيف 1952، أكثر من 60,000 حالة جت للمستشفيات، كان في أكثر من 3,000 حالة وفاة، وفي أكثر من 21,000 حالة غادروا المستشفى بمشاكل صحية عندهم تستمر طول الحياة. لكن وشو هذا الشيء اللي انتشر بسرعة بوسط المجتمعات وأدى إلى حالات وفاة كبيرة مرة؟ وشو هذا بوليو؟ خلونا نرجع بالتاريخ إلى عام 1894، وبالتحديد في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة سجلت أول حالة للإصابة بفيروس بوليو. لكن في هذيك الفترة كانت الأعداد مرة قليلة، ولا يدرون كيف ينتشر الفيروس بين الناس، هل هو من شخص إلى شخص ولا لا. وبعد السنة هذه خفت شوية الحالات، ما كانت في ازدياد أبدا، إلين عام 1916 كان في 27,000 حالة إصابة في بوليو، وأكثر من 6,000 حالة توفوا. وبسبب قلة التكنولوجيا في ذلك الوقت ما كانت عند الناس الفكرة الكافية عن موضوع بوليو، وش يتسبب فيه، كيف ينتقل من شخص إلى شخص. ولكن بوليو هذا فيروس ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الفم، وبعدين يروح ويكون الهدف حقه النخاع الشوكي، فإذا ضرب النخاع الشوكي يسبب ضعف كامل في جميع عضلات الجسم، لدرجة أن الشخص ما يقدر يمشي، ما يقدر يبلع ريقه، ما يقدر يتنفس، أحيانا يكون في ضمور في العضلات، وأحيانا يتسبب بالشلل اللي هو يسمونه شلل الأطفال. لذلك كانت أغلب الحالات اللي تصاب بهذا الفيروس هم أطفال، فكانت المجتمعات في حيرة كبيرة، وكانت في مشكلة مرة، ما يعرفون كيف يعالجون الناس من هذا الفيروس، ما في تطور في التكنولوجيا أبدا، ما يعرفون كيف يطلعون لقاح لهذا الفيروس. إلى عام 1928 في جامعة هارفارد جو شخصين، واحد اسمه فيليب درينكر وواحد اسمه لويس شاو، هذول هم اللي راحوا واخترعوا الجهاز هذا اللي يسمونه آيرون لونج أو يسمونه الرئة الحديدية، حتى تساعد الناس على التنفس. وطريقة عمل الجهاز أو الآيرون لونج إنها توصل نيجاتيف بريشر اللي هو يكون ضغط سلبي، بحيث إن الجهاز لما ينسحب على برا يسحب الهواء داخل فيخلي الرئة تمتلي بالهواء، ولما ينسحب على جوا لما يصير الضغط إلى داخل يجبر الرئة إنها تطلع الهواء برا، وكذا يبدأ يساعد الجهاز الناس اللي ما يقدرون يتنفسون أو اللي عندهم مشاكل في الرئة وفي عضلات الصدر، يساعدهم بعملية التنفس. كانت مرة غالية القطع حقتها، لدرجة إن وزنها نفسه كان أكثر من 300 كيلوغرام، فبدت الناس وبدت المستشفيات تستخدمها لمعالجة الأطفال المصابين في بوليو. ولكن في عام 1952 كان أكثر وقت لانتشار مرض بوليو بين الناس، وكان انتشاره كبير مرة، يعني ممكن كل شوي تجيك حالة طفل مصاب في بوليو. وبسبب أن انتشاره مرة كبير وسريع، على طول وقفوا المدارس، وقفوا الأنشطة الرياضية، ممنوع الخروج، ممنوع التجمعات، وقفوا المطاعم، وقفوا الكافيهات كلها، صارت الناس بس جالسة في بيوتها، لدرجة أن الناس ما كانوا يتصلون على بعض ويكلمون بعض في التلفونات لأنهم كانوا يتوقعون أنه ممكن ينتقل عن طريق الوايرات والأسلاك. ولما انتشر الفيروس بين الناس وبدت الحالات تزداد بازدياد كبير مرة، كان في جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية شخص اسمه جوناس سولك. جوناس مع فريق الباحثين حقه من عام 1949 كانوا يشتغلون على تطوير لقاح ضد بوليو. وبالفعل في عام 1952 بعد ما انتشر المرض بشكل واسع مرة، قدروا يتوصلون للقاح وبدوا يعطون اللقاح للناس، إلين عام 1955 انتشر اللقاح عالميا وبدأوا يوزعونه على جميع أنحاء العالم. وبسبب أن اللقاح يعطى دائما للأطفال، عام 1961 في عالم اسمه ألبرت راح وطور اللقاح وخلاه يعطى عن طريق الفم، بسبب أن الأطفال هم أكثر شريحة يأخذون هذا اللقاح. طيب ما دام 1952 طلع اللقاح، وش وضع بول ألكساندر؟ ليش ما أخذ اللقاح؟ بول ألكساندر كان عمره 6 سنوات في عام 1952
1952 في الصيف، فهو كان يلعب برا مع الأطفال وجاء لأمه وكان يشتكي من صداع وآلام في رقبة. فعلى طول أمه راحت ونومته واتصلت على طبيب العائلة يجي للبيت. فلما جاء طبيب العائلة وفحص بول، جاء لذهنه وتبادر أنه ممكن يكون أصيب في بوليو، وهذه هي أعراض بوليو اللي موجودة ومنتشرة الآن بين الناس. ولكن طبيب العائلة قال لها لا تودون للمستشفى، لأن المستشفى مليان ملي من حالات بوليو، فخلوه جالس في البيت ممكن يتشافى أو يتعافى مع الأيام القادمة. ولكن حالة بول زادت سوء مرة، فبعد 5 أيام ما ردوا عائلته على كلام الطبيب وانقلوه إلى المستشفى. فبسبب ازدحام المستشفى وحالات بوليو في كل مكان والأشخاص اللي موجودين في المستشفى، قال الطبيب اللي فحص بول لهالة المستشفى إنه ما في أمل نقدر نعالج بول أبدا. وفي نفس اللحظة اللي دخل فيها المستشفى، بول ما كان يقدر يتحرك أبدا، لدرجة ما يقدر يمسك القلم بيده، ما يقدر يبلع ريقة، ما يقدر يكح حتى يطلع البلغم اللي موجود داخل رئته أبدا. فيقول بول على كلامه سمع بعض الممرضات اللي موجودات تقول هذا ممكن إنه راح يموت قريب، ولكن جاء دكتور ثاني وفتح له شق في حنجرته وبدأ يسحب البلغم اللي موجود داخل رئته، لأن البلغم إذا تكاثر داخل الرئة ممكن يسبب بكتيريا ويسبب بعض الالتهابات اللي موجودة اللي تؤدي إلى الوفاة مستقبلا. فلما صحى بول بعد التخدير اللي صار له، لقى نفسه موجود في قفص ما يقدر يتحرك من رقبته وتحت، ما يتحرك معاه غير راسه، ما يدري وش صاير حوله، توقع انه موجود في حلم او وش الوضع اللي انا فيه الان. فالوضع اللي صار مع بول انه تعرض لفيروس بوليو، وفيروس لما دخل جسمه راح وضرب النخاع الشوكي حقه لدرجة انه تسبب له بالشلل الكامل. فبول ما كان عنده غير راسه يحركه ويشوف بعيونه ويستخدم مخه فقط، فكانوا حاطينه داخل الرئة الحديدية اللي هي الايرون لنج، ومضى حوالي 18 شهر وهو في المستشفى على الايرون لنج على الرئة الحديدية هذه اللي موجودة. وما كان في طريقة ان الشخص يغادر الرئة الحديدية الا طريقتين، يا انه يتشافى شوي ويقدر يغادرها او يموت. ولكن بول لا كذا ولا كذا، لا تشافى ولا توفى، فمن الطبيعي انه ما يقدر يخلونه في المستشفى طول هالفترة هذه. فبعد كذا طلعوه المستشفى مع جهاز كبير الايرون لنج هذه اللي وزنها اكثر من 300 كيلو وخلوه يعيش في البيت. فلما طلع بول الى البيت، كانت امه وابوه هم اللي يراعونه، هم اللي يكونون يعطونه الرعاية الكاملة لانه ما يتحرك ابدا. فكان على حسب كلام امه ما هي المشكلة الجهاز وصوته العالي، لا المشكلة لو طفى الكهرب، ان الجهاز لازم يدويا يحركونه. فتقول امه احيانا نستعين بالجيران لان الجهاز مرة ثقيل وتحريكه مرة صعب. فاستمر بول على الحالة هذه داخل القفص طول السنوات الماضية. ففي احد السنوات ابوه راح اخترع له جهاز صغير يقدر يحركه عن طريق فمه، يقدر يكتب فيه ويقدر يقرأ يقلب الصفحات فيه. فكان ما يقدر يغادر الجهاز هذا الا بحالة واحدة، انهم يدربونه على تنفس اسمه تنفس الضفدع، وهو انه ياخذ هواء داخل فمه ويبدأ بلسانه يرجع الهواء برا حتى يعطي ضغط ويدخله داخل رئته. فهذه كانت بس تاخذ دقائق بسيطة يقدر يطلع برا الجهاز ويرجع. فكان بول يشوف انه ما في شيء يقدر يستثمره في حياته غير مخه وذكاءه هذا اللي بقاله في الحياة، فأصر انه يكمل دراسته. وبالفعل عام 1967 قدر انه يتخرج من الثانوي بمساعدة والديه وبمساعدة المدرسة، فاحتفل مع اهله واصدقائه بتخرجه من الثانوي والانجاز اللي حققه. ولكن هو ما وقف عند كذا، هو عنده طموح كبير انه ممكن يصير محامي في المستقبل، وهذا هو الشيء اللي يبيه وهذا حلمه في الحياة. فإصرار بول على اكمال الدراسة بدأ يتراسل مع جامعات كثيرة ولكنهم ما قبلوه، وما كان السبب انه ما هو شاطر، بالعكس ودرجاته مرة عالية، ولكن بسبب حالته الصحية كثير من الجامعات ما قبلته. وعلى مدى سنتين كان يتصل على احد الجامعات ويصر انهم يقبلونه، وبالفعل بعد سنتين قبلوه ولكن بشرطين. الشرط الاول انه يجيب معاه احد يوديه للجامعة ويرجع من الجامعة، والشرط الثاني انه ياخذ لقاح بوليو. فبالفعل لما جاء للجامعة، الشخص اللي عين انه يوديه ويجيبه للجامعة وينقل هالجهاز اللي وزنه اكثر من 300 كيلو ما كان موجود وما ظهر اول اسبوع. فكانت في مجموعة من الطلاب اللي يسمونهم الفرتينيتيز، وهم مجموعة يعيشون مع بعض ويسوون انشطة مع بعض، راحوا اهتموا في بول في اول شهر، كانوا يتناوبون هم اللي ياخذونه الى الكلاس ويرجعونه من الكلاس. وبالفعل عام 1978 تخرج بول من الجامعة بتخصص المال والاقتصاد، ولكن طموح بول انه يبي يصير محامي، وهذا طموحه في الحياة وهذا حلمه، فهو اصر انه يدرس قانون. وبالفعل بعد فترة تراسل مع احد الجامعات اللي اعطته قبول، وفي عام 1984 تخرج بول بشهادة القانون ويقدر يصير محامي ويحقق حلمه. فاستمر طول السنوات الماضية بول هو جالس داخل الجهاز هذا، الى الان عمره 74 سنة وهو لازال داخل هالجهاز هذا عايش
ويحتاج أحد يعطيه الرعاية الصحية. وفي عام 2015 خرب معاها الجهاز، وبسبب أنه ما في شركة تصنع هالجهاز في الوقت الحاضر، لأن أصلا ما كان أحد يتوقع أن في شخص بيظل عايش على هالجهاز طول السنوات هذه. ما قدر بول يصلح الجهاز أو يلقى أي شركة تقدر تتكفل بتصليحه، فما كان قدامه طريقة إلا أنه يروح ينزل فيديو في اليوتيوب يسأل الناس المساعدة أو أي أحد عنده خبرة في تصليح الجهاز. وبالفعل وصل إلى شخص اسمه برادي ريتشارد. برادي ريتشارد هذا ميكانيكي سيارات، وقال إنه يقدر يساعد بول، وبالفعل أخذ جهازه وصلحه وصلح الأعطال اللي فيه. فقال لبول في أي وقت الآن حنا نفهم للجهاز ونقدر نصلحه لك في أي وقت انتبه. طبعا لما اكتشفوا اللقاح في عام 1952 كان مضت أشهر على إصابة بول في الفيروس فيروس بوليو، فما راح ينفع معاه لو أخذ اللقاح في ذلك الوقت. وطول السنوات الماضية كان بول فقط يستخدم فمه، سواء في الكتابة، في الرد على الناس، في أي شيء، ويستخدم القلم اللي يحطه في فمه. ففي عام 2020 أصدر كتابه اللي اسمه 3 minutes for a dog، وتكلم عن حياته داخل الايرون لونج هذه. وتخيل ان الكتاب كامل كتبه بول بنفسه باستخدام فمه كان يستخدمه ويحط العود ويبدأ طباعه على الكمبيوتر. وبكذا وصلنا لنهاية قصة اليوم. شوفوا كيف بول الكساندر، إصابة قديمة، عدم توفر اللقاحات، لكن هذا الشيء أيضا ما وقفه انه يكمل مسيرته في الحياة. انتوا ايش رايكم؟ اكتبوا لنا تحت اراءكم. الله يعطيكم العافية، ولا تنسون لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.